إذا للوقوف عند واقعة استدعاء السفير العراقي لدى طهران على خلفية تسمية بطولة خليج 25 واعتراض إيران على تسمية الخليج العربي، ينضم إلينا عبر الهاتف من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي فاروق فتيان الراوي. دكتور فاروق، مرحبا بكم. ماذا يعني لكم استدعاء طهران لسفير بغداد لديها اعتراضا على موضوع استخدام مصطلح الخليج العربي في بطولة خليج 25؟ وأقصد بهذا السؤال من الناحية الدبلوماسية، ماذا يعني ذلك دكتور؟ تفضل. أولا السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي لك ولمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك دكتور. من الناحية الدبلوماسية، استدعاء سفير في أي بلد معتمد به مسألة طبيعية لبحث مسائل تتعلق بالعلاقات بين البلدين أو لبحث زيارة رئيس دولة أو، أما هذا الاستدعاء اللي تم قبل الحكومة وزارة الخارجية الإيرانية للسفير العراقي، أنا أعتقد ليس الغرض منه هو الاعتراض على استخدام كلمة الخليج العربي بدل الخليج الفارسي. لو كان هذا الاعتراض على هذه الكلمة لكان الاستدعاء قبل افتتاح البطولة، لأنه هذه معلنة سابقا. هذه هي الدورة 25، دورة قطر 24، دورة كأس الخليج العربي 24. طيب، فإذا بعد نجاح هذه البطولة والتلاحم الجماهيري اللي هذا أذهل وشعر السياسي الإيراني، كم إيران سياستها فاشلة في العراق بحيث حدث صغير جدا استطاع أن يتلاحم به الجماهير بكاملة من الشمال إلى الجنوب مع ضيوف الدورة، وتعتبر كل سياستهم السابقة هي سياسة فاشلة في محاولة أن تجعل العراق بلد تابع إلى إيران وإلى سياسة الولي الفقيه كما يدعون. دكتور فاروق، كيف تقيم رد فعل وزارة الخارجية في العراق على هذا الاستدعاء؟ للأسف وزارة الخارجية هي طبعا مرتبطة بالأحزاب، وزارة الخارجية تابعة لحكومة السوداني، وحكومة السوداني هي شكلتها الأحزاب المرتبطة بإيران وولائها إلى إيران. لو كان العراق على لو من يحكم العراق الآن يبحث عن مصلحة العراق ومصلحة العرب لكان الرد أقوى، وكان رد بالتأكيد كان يصير تصريح رسمي من قبل الخارجية للاعتراض ونفس من قبل رئيس الوزراء. ولكن للأسف الولاء لإيران ليس فقط من خلال تسمية الخليج العربي، وإنما من كثير من الأمور التي تجري في العراق من 2005 ولحد الآن هي لصالح إيران على حساب العراق. دكتور فاروق، هذا الاستدعاء من قبل وزارة الخارجية الإيرانية، هل يمكن أن نربط بينه وبين حالة الفرحة العراقية بالأشقاء العرب خاصة في مدينة البصرة؟ نعم، أنا أعتقد أنه لذلك يعني عرجت في البداية أنه الاستدعاء تم بعد يومين من افتتاح البطولة، ولذلك النجاح اللي حققته هذه البطولة في عودة العراق أو عودة البصرة إلى حضنها العربي، إلى عودة العراق إلى حضنها العربي والتلاحم الجماهيري ما بين جماهير البصرة والموصل وأربيل والأنبار وبغداد مع ضيوفهم، وشفنا أهل البصرة كيف يعني حقيقة أذهلوا الجميع من خلال الكرم مالهم، من خلال الترحاب، من خلال هذه العلاقات الراقية جدا جدا. هذا أثار غضب إيران لأنه هذا شعر، يعني عندنا إذا يسمح الوقت عندنا كما يقال بالعهد بعد الاحتلال العراق من قبل الإنجليز، حاولوا دزوا مجموعة من التبشيريين لمحاولة تنصير بعض عشائر في الكود، وبعد مرور فترة طويلة جابوا فيلم سينمائي، ومن خلال سينما أول ما شغلوها بدأوا يصيحون بعد مرور 6 أشهر على محاولات التنصير اللهم صلي على محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالآن هذه تدلل لعبة كرة بسيطة جدا عادت
التلاحم الشعبي والتلاحم المصيري، ورجع العراق إلى جذوره الأصلية وشعب العراق إلى حضنه العربي من خلال هذا الحدث البسيط. وأنا باعتقادي أنه هذا هو اللي أثار غضب إيران. وهذا ليس جديد على أهل البصرة. نعم. هي نسبة مشاركتهم في الانتخابات لم تتجاوز 8%. دكتور، التيار الصدري قال أن موضوع استدعاء إيران سفير بغداد قال هو بمثابة ضوء أخضر للموالين لإيران لمهاجمة البطولة، هل تتفق مع ما طرحه التيار الصدري دكتور؟ والله أنا يعني مع احترامي لكل تيار من الآن. نعم. التيارات اللي في الحكومة العراقية لا أثق بأي من تصريحاتهم، لأنه تتقلب وفق مصالحهم وليس وفق مصلحة العراق ومصلحة الشعب العراقي. نعم. ولكن نعم هذه أي عملية الآن هي تستهدف هذا النجاح البائر اللي حققته هذه البطولة. وشفنا يعني هذا المطر الشديد وهذه الأجواء، ومع ذلك التلاحم. نعم. كان رائع جدا جدا من قبل أبناء البصرة. من أثناء الدبلوماسي والأكاديمي العراقي فاروق فتيان الراوي، شكرا جزيلا لكم.